والخطأ محظور في اللقطة الماضية. شوف هنا في الوقت الذي طالب فيه بركلة جزاء شعب أبي رضوان يعقوب يسجل هدف في مرمى دهوك. هنا الهدف أو يسجل هدف في مرمى شعب أب عن طريق مهاجم دهوك العراقي اللاعب مهند كرار، وبالتالي هدفين دون مقابل، لكن لمسة اليد كانت واضحة حقيقة.